مرحبا برج الثور، هذه قراءاتك الأسبوعية راح تكون من تاريخ اليوم. نلقي نظرة عامة على الصعيد المهني والتعليمي العملي يعني، وأيضا الصحي. إذا في أي أمور عاطفية راح نكتشفها أثناء القراءة. القراءة راح تكون حق الشمسي والطالع والقمري، لكن دائما الشمسي أولى إلا إذا لم ينطبق عليك. نبتدي بأربع الخماسيات. في أمور معينة عندك يا برج الثور ما قاعدة تمشي حسب توقعاتك، حان الوقت إلى إعادة جدولة الموضوع. لما أقول إعادة جدولة معناته مو أن تلغي الرغبة أو تلغي الهدف نفسه، معناته أن تنظر إلى الموضوع من وجهة نظر مختلفة. لماذا؟ لأن عندنا بصيص من الأمل. هذا الموضوع ما فيه الكثير من الأمل، ما فيه إمكانية كبيرة للنجاح إذا ظليت تستعمله أو تتوجه نحوه بهاي الطريقة. ما أدري شنو ممكن يكون، راح نشوف. مشروع معين، وظيفة معينة، أوكي، أنت تحاول أن تصل لها، تحصل عليها منذ فترة طويلة، ولكن دائما تتبع مثل الأسلوب، نفس الأسلوب وإنما تكرر كل مرة، فدائما تصل إلى مرحلة أربع الخماسيات، تحصل على شيء من التطور، من ثم يتوقف الموضوع، تقدم أوراقك ومن ثم الموضوع ما تحصل رد هني، أوكي؟ فحان الوقت إن أنت تجرب طريقة جديدة، لأن الطريقة اللي عندك وصلت إلى رقم 10، وصلت إلى مرحلة فيها النهاية. على الجانب الآخر، إذا فعلا نظرت إلى الأمور من جانب ثاني، هني عندك الأمور متعسرة في تخصص معين، في وظيفة معينة متعسرة، ولكن على الجانب الثاني عندك كرت الإمبراطورة، إمكانية جدا ضخمة وهائلة للنجاح. فقط إذا استطعت أن تحرر نفسك من الأعباء اللي وضعها عليك هذا الوضع، وتنظر إلى الجهة الثانية. على الجهة المقابلة في فرص تنتظرك تناديك، ولكن السؤال هل أنت تقدر تسمعها؟ بتقول لي ما هي الفرص؟ عندك كرت المستكشف، الشخص اللي يبحث عن معلومات. ابحث عن معلومات بطريقة أخرى. حان الوقت أن تبدل استراتيجيتك. إذا كنت جدا واضح مع الناس، مع الأشخاص، دائما تخبرهم بخططك بنواياك، حان الوقت لإعادة الاستراتيجية. تغير أسلوبك، تغير السي في، تغير القصة، تغير فكرة المشروع، تغير العرض اللي تخبر به الأشخاص اللي تريد أن يوافقون عليه، تغير العرض نفسه. يمكن العرض كنت تقوله ولكن طريقة عرضك لا غير مشوقة. حان الوقت اللي أنت توجه إلى تضخيم الأمور، وضع أسامي جديدة للأمور مثلها. شلون يعني؟ يعني بدل ما نسمي المشروع مطعم نسميه شيء أفضل، نسميه شيء يجذب الناس أكثر، نسميه كوفي شوب، نسميه، هو نفس الفكرة ولكن إعادة تسويق. هذا المطلوب منك، إعادة تسويق لنفسك وأفكارك في الفترة القادمة. عندك كرتين يقولون لي أن أنت يا برج الثور، بما أن طبيعتك عنيدة، أوكي، حان الوقت أيضا أن أنت تقوم بمغامرة، تروح تستكشف ما الذي يرغبون فيه الناس اللي أنت حاطهم في بالك. الكاستمر مثلا، الناس اللي بيدهم الموافقة، بيدهم الأموال، بيدهم أن يوصلونك إلى ما تريد. شنو اللي يجذبهم؟ ما هي مصادر قوتهم؟ شنو الأشياء اللي يحبونها؟ هاي الأشخاص عندهم نقاط ضعف، نقاط ضعف جدا إذا استخدمتها بالطريقة الصحيحة راح يكون عندك بدل هاي المرحلة المتوقفة كرت الإمبراطورة. تملك كل، هي أصلا سبب كل الرخاء اللي تحصل عليه. الإمبراطورة لا تحصل على الرخاء من خارج نفسها، من داخل نفسها. عندما تصل إلى هاي مربط الفرس، عندك فارس على فرس رايح يستكشف،
ما هي نقاط ضعف هذين الأشخاص؟ مو شرط الأشخاص، السيستم نفسه، النظام اللي ما وافق عليك أول فترة له نقطة ضعف، له حبل إذا رقصت عليه راح تنجح في الموضوع. ما هو هذا الحبل؟ قلت لك أول شيء مطلوب منك إعادة التسويق لأفكارك ولنظرتك للموضوع أو المشروع. عليك أن تسلط الاهتمام. ما أدري ليش أحسك في السابق، بما أن عندك هاي الكرتين مع بعض، أربع الخماسيات والكوب الصغير، كنت خجول. وإن كانت فكرتك جدا ممتازة يا برج الثور، إن كانت النظرية أو الأمان اللي حطيتها على هاي المشروع أو هذا الشخص جدا ممتازة، الخطة نفسها ما فيها أي مشكلة، ولكن كنت خجول، في نوع من الخجل إن لا تريد أن تكون تحت الأضواء. هنا يقول لك الشمس الحل، أو اللي يجب تتوجه له الشمس. أبدا كن مرتاح في الفترة القادمة أن تضع نفسك تتخلص من هاي القيود أو الخجل، أو ما تحب أن تتباهى بنفسك. ترى في ناس هنا يقولون لي ناس أقل منك وصلوا إلى أكثر بأقل، وأنت عندك أكثر ولكن لحد الآن لم تصل. لماذا؟ لأن هذين الأشخاص المنافسين لك في نفس المجال غير خجولين من أن يكونون تحت الأضواء. ففي الفترة القادمة النصيحة لك أن أنت تحط نفسك في موضع، وإن كان في البداية راح يكون بالنسبة لك مو مريح، ولكن في النهاية راح تتعود على الشمس. الشمس إحنا نتجنبها، ولكن عندما نظل تحتها فترة معينة راح نحس بالدفء. الأضواء لا تتجنبها في الفترة القادمة. أنت عندك أفكار الناس لو سمعوها راح يوافقون عليها ويدعمونك، ولكن هل عندك الجرأة أن تتكلم، أن تظهرها، أن تكون عادتك الثورية؟ مو فقط مصر على رأيك، ولكن تريهم الشمس. هني تري الآخرين ليش لازم يوافقون على مشروعك أنت؟ ليش لازم يستثمرون في مشروعك أنت؟ ليش أنت يا برج الثور؟ هذا هو الجواب اللي لازم تعطيه لهؤلاء الأشخاص. راح أنظر إلى الجوانب الأخرى، إن كانت الصحية، القانونية، واحتمال العاطفية. خلنا نشوف شنو الرسالة اللي تطلع لك. تسعة الأغصان، كارت الثبات، المواصلة. هني قاعد أسمع كلمة مواصلة لك، ما باقي شيء وتنهي رحلتك، تصل إلى مرادك مبتغاك، ولكنك كأنك قاعد تفكر نفسك في مرحلة البداية. صار عندك سوء تفاهم بينك وبين نفسك، أنت باقي لك غصن واحد تكمل العشرة. هني قاعد تنظر إلى نفسك، ما أدري ليش تحس ان انت لحد الان ما نضجت، ما وصلت، باقي لك الكثير. ما ادري ليش، خلنا نشوف ليش. هل هو مع شخص؟ هل هو في الصعيد العام في الحياة؟ اوكي، احتمال ان يكون صعيد عاطفي، لان دائما هني اشوفك تحس ان الشخص الثاني راح تخسر انتباهه إذا ما حاربت عشانه، إذا ما أظهرت له أنك مستعد أن تكون في العلاقة معه. ما أدري ليش دائما تحس أنه لازم تحارب عشان تحصل على الشخص، تحصل على النتيجة اللي تريدها في حياتك. ولكن الحقيقة ظهرت لي في أول كارت أن أنت تسعى، عليك أن تثق بنفسك وتؤمن أن أنت فعلا وصلت. عرفت قصدي؟ هني دائما انت ترى هذا الشخص محتار بينك وبين اشخاص، فتدخل نفسك كأنه ما في مرحلة دفاع، كأنك تدافع عنه، كأنك تقول هذا الشخص ملكي، تتنافس على اهتمامه. ولكن كل اللي لازم تسويه ان تنظر داخل نفسك، ثقتك الداخلية، لان لازم تجاوب على ايضا سؤال مهم بالنسبة لنفسك. شنو انا برج الثور اقدر اعطي هذا الشخص
الأشخاص الثانيين اللي في المنافسة ما يقدرون يعطونا إياه. شلون أنا أكون أفضل بدل ما تهدر طاقتك في المحاربة؟ أنت هني تهدر طاقتك في الأغصان، الأفعال، احتمال الشخص اللي في بالك أو الفرصة اللي تريد أن تحصل عليها. تقدر أنك تحصل عليها بالمشاعر، بالتعبير عن المشاعر، الصدق، الانسجام، الكلام الطيب. هني قاعدة أسمع الكلام الطيب. تعرف لما يقول لك أحد لسانه حلو، ولأن لسانه حلو قدر يحصل ويحصل ويحصل وبنى لنفسه مستقبل. بالضبط هني الرسالة لك أن تتخلى شوي عن التركيز في المهمات، في الأفعال، في التنافس. تدرك قوتك الحقيقية اللي داخل نفسك أنت كبرج الثور، ولكن تغير طاقتك من الأغصان النار إلى الماء، طاقة المعالجة. تعالج الموضوع هني بشكل مباشر بينك وبين هذا الشخص. مواجهة، غصن يقابل غصن. أنت تتكلم معه ولكن كلام غير جارح، كلام لا يسبب صراع، كلام نابع من القلب. مثلا تقول أنا سويت كذا وكذا، عطيتك بلوك، ابتعدت عنك، كنت جدا صريح. هذا هو مربط الفرس. كنت جدا صريح، سويت كذا لأني اعتقدت أنك لا تريدني، لأني اعتقدت أنك لا تريد أن تحارب من أجلي. لأني وضح له واسمع الجواب. الجواب سيخرجك من مرحلة الصراع. إما الشخص بيقول لك فعلا أنا أريدك وستظهر أفعال عليه، أو رح يقول لك أريدك ولكن ما رح يراويك أي أفعال، رح تعرف أيضا الجواب. أو رح يكون صريح معك ويقول لك أنا حاليا مثلا لا أريد أي علاقة جادة. ممكن يكون حتى في جهة، أوكي، في جهة رسمية أو في إجراءات معينة. مو شرط فقط الرسالة تكون عاطفية، في أي شيء أنت حاليا تحاول تعمل عليه. تكلم في الفترة القادمة من قلبك. وراح أسحب لك كرت أخير تبع النصيحة. Listen with your heart. بالضبط شنو آخر شيء قلت لك؟ قلت لك تكلم من القلب. فارس الأكواب عندنا يأخذ اللي بقلبه ويضعه في الكوب، ويأتي تجاهك يقدم لك الكوب، يقول لك شوف هذه مشاعري، أنا فعلت كذا كذا من أجل كذا. إحنا جدا مو معناتها أنك يا برج الثور هني في السابق ما تكلمت، ترى، ولكن في فرق. عندما تتكلم من العقل ستصل إلى العقل، ستحصل على الشيء المنطقي، الشيء المسموح. ولكن إذا تكلمت من القلب الشخص الثاني راح يسمعك من القلب ويتجاوب معك من القلب. هنا يقول لك listen with your heart، استمع بقلبك. إذا الشريك أو الحبيب أو حتى أنت قاعد تقدم على طلبية معينة في أي جهة رسمية، اسمع لكلام الشخص الآخر. ثق في النية، ثق في القلب. اسمع بقلبك وأيضا تكلم بقلبك. ثق بنية الأشخاص، دائما تحدث معهم وخل كلامك ينبع من القلب ومن مكان جدا فيه مو بس مشاعر، فيه ثقة في الآخرين. محتاج أن تثق بنفسك، هاي الرسالة الأولى كانت لك، وأن تثق بالآخرين أن الآخرين يريدون مساعدتك. أوكي عزيزي برج الثور، أتمنى لك كل التوفيق.